صحيح ما قلتي لي، عم تواجهي مشاكل مع عيلة جوزي؟ لا أبداً بابا، خلص اطمن، كنت عم أمزح مع عمي مو أكتر. على فكرة عمو، صار لي زمان ما شربت قهوة طيبة من تحت إيديك. عمل لي فنجان قهوة سخن وبلا سكر بترجاك. بالضبط هذا اللي كنت عم حاول وصل لك، يا لو خبرتيني قبل ما تيجي كنت عملت لك كل شي بتحبيه من تحت إيدي. إذا بدك توجبني عمل لي فنجان قهوة. أي صح عمتي، دخلك موسمي وينه؟ اتصلت فيني الصبح وأصرت علي إجي لأنه مشتاقت لي. إيه عن جد ما بعرف شبهن موسمي وكاجو من الصبح مشغولين. لك عمتي ما بيصير تضلي تنادي له كاجو، عن قريب رح يصير زوج بنتك. تعرفي شو؟ بس تنادي له كاجو بحسك عم تنادي لولد صغير. تفضل اسمع، صايرة عم تحكي مثل بيت حماها مزبوط. حتى أنت عمتي؟ ايه طبعا. قلي لي هلأ وين موسمي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجو